يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدعى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من الطائف يدعى في الأزمات أو كلما دعوته أدعو به؟ نعم. طيب، الحديث فيه مقال لكن معناه وألفاظه واضحة تدل لها أدلة أخرى. نعم، إذا دعا به المسلم فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.